احيانا ممكن يعني نوفق، واحيانا في بعض الناس يعتقدون ما نوفق. فالاخير احنا نشوفها من وجهه نظر فنيه بحته وليس التعاطف. لا نرضى موضوع التعاطف نهائيا، وقلت لكم من قبل لو نشوف التعاطف هو زي ناس احنا نعرفهم متعاطفين معاهم، ما ننظر لهذا الموضوع تماما. النقطه الثانيه، احنا مو فقط لحالنا، احنا عندنا اداره وعندنا ناس تتابعنا وفي مسؤولين، فالموضوع مو سهل جدا. لا احد يعتقد انه الموضوع يمشي بناء على قرار يخص خالد ولا يخص فهد ولا يخص تركي ولا يخص محمد ولا صالح، ابدا. هذا قرار بالاجماع. في ناس سالوني قبل شوي بعض الاخوان الشباب على موضوع التمثيل، وانا اعقب على كلمه فهد. احنا دائما يا شباب في حال، في ناس نرى انهم عندنا الان اربع ممثلين كلهم يستاهلون افضل ممثل، هذه نقطه. معناته لو قلنا تركي ترى يفضل افضل ممثل بس بنعطي فرصه لصالح، صالح وتركي نفس الدرجات بس تركي اخذ جائزه، نعطي تركي بما انه تساوى على الدرجات، نفس الدرجات نفس القيمه. هذه فكرتنا في هذا الموضوع. ما معناته اخذنا حق او سلبنا حق مو شخص، ابدا لا يتم هذا الموضوع. هذه النقطه لازم ناخذها بعين الاعتبار. الموضوع مو توزيع كيكات، الموضوع فعلا يروح للمستحقين. احنا نبحث زي ما قلنا الان عندنا ثلاث ممثلين نفس الدرجات، فالمعايير بالنسبه لنا تعطى الفرصه نشوف الاشخاص اللي مثلا ما قد فازوا عشان ايضا نضيف لهم، لانه تساوى بالدرجات. لو ان درجته اقل اقول لا امانه ما انظر لهذا الموضوع. في يا شباب سالتكم وامانه اي استفسار يخص موضوع الدراما والجانب الفنيه، ترى حق مشروع لكم وتناقشون نستفيد منكم بشكل سريع جدا عشان نعلن الجوائز. في احد عنده استفسار؟ تفضل. احنا قبل شوي اختلفنا التعليقات اللي جت المسرح، هل احنا كنا خطا ولا صح؟ يعني ما وظفنا المسرح او الاخراج. اختلفنا، ما ادري ايش معنى كلامكم. في ناس قالوا لا هم جالسين يثنون ونصح صح استغلينا المسرح، وفي ناس منا قالوا لا احنا ما استغلينا لازم نستغل افضل. فهو كان ثناء ولا نقد؟ تفضل. لا عارفين المشهد هذا سؤال. ايه انت قصدك في قضيه تنوع الفضاء المسرحي. ايه احنا قلنا يا شباب دائما قبل شوي، واتمنى تاخذونا بعين الاعتبار، ترى يوم كلامنا قبل شوي نشرح للفائده للمشاهد القادمه، ما نتكلم على تقييمنا الحاليه. ترى في فرق، تعقيبنا ما له علاقه بالتقييم، ولا كان فضحنا الدرجات. عرفت ايش اقصد؟ لو كنا نتكلم عن هذا الموضوع كان ما له داعي نقيم اساسا. احنا نتكلم فقط، يهمنا انه نشوف مدارس مختلفه، ولا ما طلعت مدارس الاخراج المسرحيه من بدات بالداديه للواقعيه للرمزيه للكلاسيكيه، لو وصلنا الان المدرسه الواقعيه اتكلموا في مدارس كثيره في المسرح. وارجع اقول يا شباب انا يهمني كثير اني اوصل لكم كل حلقه، اوصل لكم معلوماتهمكم. انا اسف على الاطاله، يعطيكم العافيه. ابغى مسؤول المجموعات تفضلوا على المسرح. تعالوا هنا المجموعة الأولى يجلسون في الجلسة الأقرب للباب. المجموعة الأولى رقم واحد، المركز الأول والثاني والثالث، المركز الثالث فرقة اثنين. ابشر ابشر. طبعا رقم واحد بأول طيب. مسرحية صح؟ طيب. رقم واحد. دقيقة يا شباب، بس دقيقة لأنه بس قاعد الشباب يكلموني، تسمحون لي؟ خلاص ايه، ثلاثة هنا، اثنين هنا، ورقم واحد هنا. ماشي يا شباب؟ تفضل حبيبي سعود سم. رقم واحد بالمسرحية الأولى. أنا عارف عارف. الأولى. احنا بنمشي الآن على تقييمنا إعلان النتائج على المسرحية الأولى. الأولى. إي. ترى أخذنا المشهد الثاني بنفس اللي تكلمنا عنه قبل شوي، يمكن الدرجات عند مين. احنا لا أحد يخاف. احنا الآن نتكلم على المشاهد الأولى. حلو. رقم واحد تركي. سعود. أنا واحد. سوري معاذ. أنا ثلاثة. رقم ثلاثة ورقم اثنين تركي. طيب. بسم الله يا شباب. نجي الحين على إعلان. الله يا أخي ودي يا أخي. أفضل. التمثيل والله اجل اعطونا دقائق. تعال يا فهد، ابغاك يا فهد، تعال يا فهد اكتب اللي عندك، اكتب اللي عندك عشان نبغى نحطه في الكاميرا بس. حط الثاني كمان، حط الثاني، حط الثاني اللي وردتك قبل شوي. خلاص يلا، وين الكاميرا حقتنا احنا؟ والله تعال بناخذ الكاميرا هذه يلا. ها. بسم الله. الممثل الأول. نرجع. نرجع. خذ راحتكم. الممثل الأول يعلن عنه أستاذ فهد العصفور، تفضل. الممثل الأول. الممثل الأول، وين الممثل الأول؟ أوه متحمسين ما شاء الله. عبد الله الجميري. عبد الله الجميري. مبروك مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. تستاهل. تستاهل. يقولون لا تعلن الثاني، لان الثاني يبدو انه
مو بنت لا تخاف. تستاهلون والله كلك. يلا. في الشباب هنا يقولون لي اعلن ويقولون لا تعلن، ما اعلن ولا ما اعلن. الممثل الثاني اللي فاز معانا اليوم، طبعا انا اتكلم عن الثاني نفس الدرجات ترى، هو معاذ الجمار. يا الحمد لله. الف مبروك. تستاهل. والله العظيم انك تستاهل يا ابو حامد. والله العظيم. كلكم والله تستاهلون. كلكم تستاهلون كل خير.